طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مستمعين الكرام على إذاعتكم وموجتكم السعودية ألف ألف أف أم في حلقة جديدة من برنامجكم طبابة ألف اللي معودينكم يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ظهرا. أنا سحر عبد الله راح أجدد لقائي فيكم من خلال هذه الساعة، وزي ما عودناكم يوميا يكون معانا ضيف جديد وموضوع طبيب جديد وموضوع كمان مختلف. قبل كل شيء أحب أذكركم اللي حاب يتواصل معانا عن طريق الرسائل النصية STC 847700، بالنسبة للموبايل 640-660 وزين 7462-62، وأكيد كمان تقدرون تتواصلون معانا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك على ALIF ALIF FM. حدوث آلام في الصدر وعدم القدرة على التنفس نتيجة لعدم وصول كمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين لعضلات القلب. اليوم رح نتكلم عن الذبحات الصدرية وجلطات القلب مع ضيفنا لليوم الدكتور محمد المراغي، استشاري أمراض قلب وأوعية دموية وقسطرة. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. أهلا وسهلا. طبعا نذكركم قبل كل حاجة أن هذه الساعة المميزة اللي يميزها رعاية مستشفى حي الجامعة بجدة، طبعا كل يوم إن شاء الله الثلاث رح يكون معانا طبيب وموضوع نتكلم فيه من أجل الوقاية طبعا، لأن لا تنسون صحتكم أتهمنا. دكتور محمد، قبل يعني ما ندخل في الموضوع ونعرف الأنواع والأمور هذه كلها، في البداية إيش السبب، يعني إيش سبب الذبحات الصدرية وجلطات القلب ومين الناس المعرضين للإصابة فيها؟ الحقيقة في الوصف الكلاسيكي المعروف دايما لأمراض القلب إن هو يبقى سن كبير، عادة بيبقى رجل أكتر من امرأة، لعوامل خطورة مثل حدوث سكر بالدم، ارتفاع للضغط، تدخين، أو ارتفاع كوليسترول أو الدهون بالدم. دي الوصف الكلاسيكي بتاع عوامل خطورة لأمراض القلب. ما ننساش طبعا التدخين، لأن التدخين ده حاجة أساسية كعوامل خطورة لأمراض القلب. الوصف الكلاسيكي ده هو الأساس. طبعا بيبقى فيه بعض شرايين القلب أو أمراض شرايين القلب بتيجي خارج هذا الوصف، بيبقى واحد غير مدخن، ما عندوش سكر، ما عندوش أي عوامل خطورة من اللي أنا قلتها، بس برضو بيجيله. دي بتبقى فيها عامل وراثي أو جيني، هو ده المشكلة الأساسية بتبقى عنده، وده بيجيله فعلا برضو جلطات بالقلب أو أمراض القلب، بس دي طبعا النسبة الأقل حدوثا في هذه الفئة. يعني معناته أنه التدخين سبب رئيسي ولا أحد الأسباب؟ هو أحد الأسباب الرئيسية. التدخين ده للأسف بيؤثر على حاجات كتير جدا في الجسم، أكيد. منها انقباض الأوعية الدموية، منها التوكسيك ماتيريالز أو المواد المؤذية اللي موجودة في السيجارة، مش مجرد بس من التوباكو أو الدخان بتاع السيجارة، ورقة السيجارة نفسها أو المواد اللي موجودة في السيجارة نفسها دي كلها بتؤدي إلى بعض المشاكل الصحية في الجسم. أهمها هي انقباض الأوعية الدموية، والانقباض الأوعية الدموية دي والتغيير في الفسيولوجية الجسم من النيكوتين والطار اللي موجود في السيجارة، ده بيؤدي لحدوث جلطات بالقلب، وعلى المدى الطويل طبعا بيؤدي لأمراض أخرى زي سرطان الرئة وقصور في شريان تاجية في القلب والمخ والجميع أجزاء الجسم. أكيد صحيح. دكتور محمد، نبغى نوضح بس للمستمعين، لأنه قبل كذا في حلقة سابقة من برنامج طبابة ألف الأسبوع الماضي على ما أتوقع كان ماني غلطانة لما تكلمنا عن السرطان لما كان في شهر أكتوبر، فأحد الأطباء اللي استضفناهم تكلموا عن موضوع التدخين. إحنا طبعا في كل حلقة نتكلم عن التدخين، فذكر معلومة يعني يمكن قليل من الناس يعرفونها، اللي هو التأثير التدخين يعتمد على الفترة الزمنية وليست بالكمية التدخين اللي يدخنها الشخص اليوم الواحد. يعني الواحد لو يدخن كل يوم سيجارتين أو باكيت أو باكيتين هذا ما له دخل، الفترة الزمنية.
ما أعرف إيش مدى تأثير القلب، يعني هل الفترة الزمنية هي اللي تأثر؟ لأنه في بعض الأحيان يعني من الأشخاص اللي حولنا لما يدخن كثير في اليوم يحس فعلا بكتمة في صدره وبيحس بالأعراض هذه لما يدخن كثير، لما ما يدخن كثير ما يحس بالهذا. هل القلب كمان يعني بنفس الوضع هذا لفترة زمنية تأثر؟ أكيد الكلام ده صحيح، ولكن عايز أصحح بس حاجة، إني الاثنين بيؤثروا، اللي هو كمية التدخين في اليوم زائد الفترة الزمنية. زائد الفترة الزمنية. بمعنى إني أنا ممكن أدخن 3-4 سجائر في اليوم، بس على مدى 15-20 سنة دخلت دخان في جسمي ومواد مسرطنة، مواد مؤذية في الجسم. صحيح. بمقدار معين، ولو دخنت 20 سيجارة أو 30 سيجارة في اليوم على مدار 10 سنين ممكن أدخن نفس النسبة. فهي الفكرة كلها أن لازم العاملين دول نحطهم في الحسبان، فاللي بيدخن 3-4 سجائر في اليوم ما يستسلمش تماما لهذا الموضوع، لأني على مدى 15-20 سنة أكيد هيجيله نفس المشاكل اللي بتيجي للمدخن الشره اللي بيدخن باكت أو 2 في اليوم. صحيح. طيب دكتور إيش نبغى نتعرف على الأنواع؟ يعني نسمع ذبحة صدرية مستقرة ومتكررة، بنسمع عن الأشياء هذه، فإيش يعني هل في أنواع فعلا لجلطات القلب؟ هو الحقيقة هي مش أنواع، هي بنسموها grades أو درجات من قصور الشرايين الدقيقة. كان زمان بنسمي ذبحة صدرية مستقرة، ذبحة صدرية غير مستقرة، جلطة بالقلب، قصور الشرايين الدقيقة، أسامي كتير جدا. الحقيقة الجمعيات القلب اللي في العالم ابتدوا يجمعوا كل ده تحت مسمى واحد، اللي هي أزمة القلب الحادة. دي بتتضمن جميع اللي احنا بنتكلم عليه ده، حطوه تحت عنوان واحد اللي هو اسمه Acute Coronary Syndrome دلوقتي، وبتقسم تحتيها كل الكلام اللي بنقوله. بس عشان خاطر ما نلخبطش الدكاترة اللي هم بيواجهوا المسعفين، اللي بيواجهوا الحالات دي، أول ما حالة تحس بألم بالصدر أو بالأعراض بتاعة قصور شرايين الدقية يتحط على طول العنوان الكبير، عشان ده ليه تعامل خاص تماما غير أي مريض آخر. لأن حضرتك عارفة أن القلب ده هو حياة البني آدم، هو اللي بيضخ الدم والأكسجين لجميع أعضاء الجسم. طبعا. وهو اللي بيوفر الحياة لجميع أعضاء الجسم، فبالتالي هو أهم عضو يعتبر في الجسم كله، فده ليه اهتمام خاص دلوقتي. فابتدينا نحط عنوان رئيسي لجميع الأمراض دي، وتحتها زي ما حضرتك قلتي بالظبط في درجات بقى، اللي هي ذبحة صدرية مستقرة، اللي هو يبقى عنده ضيق في الشرايين بس بنسبة قليلة شوية، فده ما يتعافش غير لما يعمل مجهود جامد. لما يبتدي الضيق يزيد في الشرايين أو قصور يزيد في الشرايين، يبتدي يتعب على مجهود أقل، لحد ما يوصل إن هو ممكن يجيله تعب وهو قاعد بدون اي مجهود، يحس بالظبط. وطبعا الدرجه العاليه جدا اللي هو اللي ينسد الشريان تماما، اللي بنسميها جلطه بالقلب، ان الشريان ده بينسد تماما سواء بعوامل تجلط في الدم او ضيق في الشريان نفسه او تقلص في الشريان، ده بيؤدي للجلطه الحاده بالقلب اللي احنا بنسميها الهارت اتاك. طيب دكتور ايش الاعراض؟ يعني كيف الواحد يعرف انه هذه جلطه؟ يعني لأنه يعني أنا اللي بأسمع أنه الأعراض مرة مشابهة، يعني ذبحة صدرية زي كأنها كتمة في الصدر يعني، فكيف كيف الواحد يعرف إيش الأعراض اللي يحس فيها؟ في الأعراض اللي احنا الناس كلها بتتكلم عنها، إن هو اللي يجيله ألم بالصدر في وسط الصدر كده، بيحس إن حاجة تقيلة ضغط على صدره. ممكن الناس بتوصفها بإن في كتمة، في حجر على صدري، في ألام بتقطع في صدري في الرئة بالظبط. في ناس بتوصفها بطرق مختلفة، لكن هو ده العرض الرئيسي. بيتسمع الألم ده في زي ما الناس كلها عارفة في الكتف الشمال والذراع الشمال أو في الظهر. ده العرض الكلاسيكي، بس هو بس للأسف أنا بس عايز أنبه الناس أن العرض الكلاسيكي ده ما بيجيش غير في 50% بس من الناس. بمعنى آخر أن نص الناس ممكن تجيلها أعراض أزمات قلب بس مش بطريقة كلاسيكية اللي هنتكلم عليها. ممكن واحد يجيله مجرد في فم المعدة شوية ألم، ده يبقى جلطة بالقلب. كمان ممكن يجيله في الفك السفلي، ممكن يجيله في الكتف اليمين والدراع اليمين. فللأسف عندنا بعض الأعراض بتبقى مش موصوفة كحاجة كلاسيكية، ولكن بتبقى للأسف أعراض قصور في الشرايين الدقية أو أعراض جلطة بالقلب. فلازم ناخد بالنا أن أي ألم في الجزء الفوقاني من الجسم لازم نفكر نمرة واحد في القلب ونطلعه بره الحسبان، وبعد كده نفكر في حاجات تانية.
فده دلوقتي التنبيه اللي بيتقال لجميع الدكاترة، أي مريض يجي يشتكي بألام الجزء العلوي كده بأي مكان في جسمه على طول لازم يتشخص، على طول مش يتشخص ولكن نبحث إذا كان ده للقلب ولا لا، نمرة واحد بحيث إن احنا نطلع قلب من برا الحسبة وبعد كده نتكلم إذا كان في العضلات في الرئة في أي حاجة تانية. جميل جدا دكتور محمد حاد، حنكمل أكيد موضوعنا لكن حنطلع فاصل إعلاني قصير، لكن قبل لا نطلع فاصل حابة أذكر بس حبايبنا المستمعين اللي جالسين يسمعوننا عبر أثير ألف ألف أف أم إن بكرة راح إن شاء الله يتم السحب على جائزة نيوتري لايف للوجبات الصحية اللي عودناكم كل يوم أربعاء تكون معنا طبيبة الاستشارية التغذية، ويكون معها طبيب كمان بكرة حيكون معها طبيبة نساء ولادة، ورح نتعرف كمان على كل الأشياء اللي تخص هذا الموضوع في حلقتنا إن شاء الله حلقة الغد. لكن أحب أذكركم بس اللي حاب يربح معانا الوجبة الصحية واللي ناوي يغير أسلوب حياته ونظام الغذاء حقه أو يمكن كمان يبغى يلجأ لحمية صحية يقدر يرسل كلمة لايف مع اسمه ومنطقته وإن شاء الله هيدخل اسمه معانا في السحب لجائزتنا بكرة على STC 847700 بالنسبة لمشتركي موبايلي 640-660 وبالنسبة لمشتركي زين 746-262. فاصل إعلاني قصير وراجعين. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. مكملين معاكم حلقتنا لليوم في برنامج طبابة ألف على إذاعتكم وموجتكم السعودية ألف ألف أف أم، ونرحب بكل اللي انضمونا في هذه الدقيقة. وكنا جالسين نتكلم قبل الفاصل عن الذبحات الصدرية وجلطات القلب مع ضيفنا الدكتور محمد المراغي استشاري أمراض قلب وأوعية دموية وقسطرة بمستشفى حي الجامعة بجدة. تواصلكم ومشاركاتكم معانا أكيد تهمنا. وفي قبل أن نرجع لموضوعنا دكتور محمد، في تغريدة على التويتر فواز الزهراني بيمس عليك وبيقول أنه بس حاب يسأل عن النغزات المفاجئة من فترة الفترة في القلب. تمام. طبعا هو عفوا لو قاطعك، بس هو بيقول في القلب في بعض الناس أوقات ما تعرف فين الألم بالضبط، يعني تكلمنا كثير قبل كذا يعني بيكون الألم في مكان ثاني ويتهيأ لها أنه، بس فعلا كثير ناس بتحس بنغزات كذا بشكل مستمر يعني. ده صحيح. والنغزات اللي هي متكررة بتتنقل من مكان لمكان وبتقعد ثواني كده، الحاجة نسميها stitching pain كده، حاجة زي نغزات الدبوس كده، دي ما بتبقاش أعراض للقلب. يعني النغزات دي دايما بتبقى حاجة عصبية بنعرفها ان هي بتيجي زي ما بقول لحضرتك كده في اماكن متفرقه، بتقعد ثواني، بتبقى نغزه بسيطه بتقعد ثواني وبتروح على طول. دي عاده زي ما بقول لحضرتك ما تبقاش سببها خصور عشان التجاعيد، لان وجع القلب ليه اعراض خاصه. ودايما هو الناس دايما بتفتكر ان هو مرض العرض الالم بتاع القلب لازم يجي ناحيه الشمال اللي هو ناحيه القلب. الحقيقه مش شرط بالعكس. هو دايما بيجي سنترال، بيجي في النص الصدر، وزي ما بقول لحضرتك كده بيجي باشكال مختلفه، ولكن الكلاسيكيه الاعراض الكلاسيكيه بتاعته ان هو بيجي في منتصف الصدر وبيجي بضغطه وبالم جامد. صعب ان هو الواحد يحتمله لفترات طويله. دايما الناس هتلاقيها بتروح لدكتور تشتكي من هذا الموضوع. صحيح. يعني شيء ما يقدر يتحمل الواحد الألم دكتور، ما هو زي مثلا عادي أي ألم في الصدر وضيق تنفس. لا طبعا هو بيبقى أشد طبعا. وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك كده بيستمر، يعني حكاية ما مش بيقعد 3-4 ثواني ويروح. لا بيستمر فترة، وكل ما يستمر للأسف فترة بدون المريض ما يروح للطبيب ده بيتحسب عليه، يعني ده بيبقى مؤذي شوية لعضلة القلب. يعني كل لما أأخر الوقت اللي أستهلكه في علاج هذا القصور أو هذه الجلطة كل ما العضلة بتتأثر، والعضلة بتتأثر يعني العضلة في خلايا فيها بتموت، وهي دي مشكلة جلطات القلب أو القصور الشريانية، إن أنا جزء من العضلة بفقده مع مرور الوقت. صحيح. طيب دكتور تكلمنا قبل الفاصل عن الأنواع، حضرتك ذكرت أنه صارت تحت مسمى واحد وهي أزمة القلب الحادة أو ما يسمى بجلطات القلب. طب هي قد إيش تستمر دكتور؟ هي مختلفة يعني الجلطات؟ يعني أنا
على يعني على مفهومي إن كانت مسميات يعني الذبحة الصدرية المستقرة أو ما أعرف إيش يسمونها، لكن قديش بتستمر بالضبط الجلطات هذه أو الأزمة الحادة القلبية؟ لا الأزمة once got حاجة من الاثنين، يا إما في أول درجاتها إن هو الضيق مش جامد قوي والألم ده بيجي مع مجهود عالي، دي هتفضل تجيله وتستمر طول ما احنا مش بنعالج السبب. السبب ايه؟ الجلطات الحادة اللي هي جلطة بالقلب بقى اللي هي انسداد كامل للشريان، دي لو ما تعالجتش في وقت محدد دي على طول بتؤدي الى موت جزء من العضلة وممكن للأسف موت المريض نفسه، لان ساعات الجلطات في اماكن محددة في القلب لما بتاخد جزء كبير من العضلة بتعمل موت مفاجئ او تدهور خطير لا قدر الله في حالة مريض زي كده، تدهور كبير في حالته الصحية. فهي حسب الدرجة، لكن كل اللي عايز أقوله إن بدون علاج السبب وبدون علاج الشرايين هتفضل الأعراض مستمرة وهتفضل المرض مستمر. طب كيف يتعايش المريض يعني إذا هو ما راح فحص على طول؟ الألم بيجي ويروح أو كيف بيكون يعني كيف بيتعايش مع الألم هذا، أو بتكون الجلطة جلسة بتزيد يعني هو ما يعرف؟ ما أنا بقول لحضرتك هي لو الدرجات الأولى إن هو بيبتدي الألم يجيله مع المجهود يعني يطلع ثلاث أدوار سلم يبتدي يجيله ألم وكتمة في النفس جامد، بعد كده هتجيله بعد دورين أو بعد دور واحد من طلوع السلم. تجاهل هذا العرض بدون اللجوء للطبيب ده بيؤدي إن هو فجأة هيجيله الجلطة، هيجيله انسداد كامل، يعني بعد الانسداد ما كان 50-60% في الشريان ممكن يبقى 90% وممكن يبقى 100%. فكل التنبيه بس ان اي حد يبتدي يشتكي من اعراض اللي احنا بنتكلم عليها دي يلجأ لطبيب، لان هو احنا لازم القصة دي تعالج في اولها، كل ما نعالجها في الاول بتبقى اسهل بكتير. يعني انا مريض لما يجي لي وهو لسه في بداية امراض القلب والضيق 70% مثلا في الشريان علاجه اسهل بكتير جدا من لما يجي لي بالجلطة حادة في القلب. أكيد. طيب بالنسبة للعلاج دكتور كيف بيكون العلاج في الحالات المتطورة هذه لما يجي الضيق زي ما ذكرت في الشريان بيكون في بداية يعني بداية المرض كيف بيكون العلاج؟ احنا عندنا خطين رئيسيين، خط الأول اللي هو العلاج الدوائي والخط الثاني اللي هو العلاج التدخلي، نحن نتدخل سواء بقسطرة أو بعملية جراحية. في بداية الدرجات اللي هي قصور الشريان التاجية بنبتدي بعلاج دوائي بيودي الأعراض وبنعالج كل عوامل الخطورة اللي بتكلم عليها، يعني أنا بنبه على المريض إن هو يبطل تدخين، نعالج السكر، نعالج الضغط، طبعا لو وزنه زائد لازم يعمل دايت ولازم الكوليسترول اللي يقل في الجسم، يعني كل عوامل الخطورة نبتدي نعالجها مع اللي ممكن تأثر على بالضبط وتزود القصة بتاعت الشرايين. ما هي العوامل الخطورة دي هي ابتدت تأثر على الشريان، فحتى لو ابتدت علاج للشرايين بدون ما اتحكم في عوامل الخطورة دي هبقى صعب اعمل كنترول على تقدم الحالة ان هو بدل ما دي يبقى بسيط يبقى شديد. مع الجلطة بقى او هي الأزمة الحادة طبعا بنفضل العلاج التدخلي نمرة واحد، ان احنا اي مريض قلبي بيجي له جلطه علاج نمره واحد بتاعته ان هو يخش حجره القسطرة على طول ونحاول نفتح الشريان المسدود تماما. كل الريكومنديشنز او كل التوصيات دلوقتي في الجمعيات العالميه كلها ان احنا لازم نعمل علاج تدخلي في اسرع وقت ممكن. الناس دلوقتي بتحسبها بالدقيقه، يعني لازم المريض اول ما يخش بالظبط حاسبينها ان انت اول ما يخش عندك في الطوارئ لازم في خلال 10 دقائق تكون مشخصه وعامل له رسم قلب، في خلال نص ساعة تكون ابتديت العلاج، 90 دقيقة تكون عامل له قسطرة. فدلوقتي بقت كل حاجة بتتحسب بالوقت زي ما قلت لحضرتك في الأول إن هو الوقت بيساوي خسارة لعضلة القلب. فده هو أهم شيء بنبتدي نشتغل عليه دلوقتي. كان زمان بندي حاجات مذيبة للجلطة، لحد دلوقتي طبعا بنديها لفئات معينة أو الأماكن اللي ما فيهاش قسطرة موجودة. ولكن لو في قسطرة موجودة في مستشفى يبقى هو علاج نمرة واحد هو العلاج التدخلي، ان اي جلطة حديثة بالقلب علاجها نمرة واحد ان هو يخش نفتح شريان فورا عشان خاطر الدم يرجع تاني للعضلة وتبتدي تستعيد صحتها تاني. طب ايش السبب
يعني بالناس اللي بتتكرر عندهم هل في سبب معين الناس تتكرر عندهم الجلطات؟ ما هو السبب يرجع لوراثي او ايش السبب الرئيسي؟ ما هو السبب العمل الضيء الاولاني لو ما تعالجش هيعمل ضيء تاني وتالت. بمعنى زي ما قلت لحضرتك ان عظم الخطوره دي لو اتثبت بدون علاج هيحصل جلطات متكرره، يحصل مشاكل متكرره في الشرايين. طبعا في عالم الوراثي ما نقدرش نتحكم فيه، وده اللي احنا ابتدينا نشوف دلوقتي، ان انا ممكن الاقي مريض بالجلطه عنده حاجه 20 سنه فطبعا ما لحقش، يبقى في عوامل خطوره تؤثر بهذه الدرجه على الشرايين. ده معظم الحالات دي بتبقى في عامل وراثي فيها او عامل جيني هو اللي بيعمل ضيق في الشرايين، بيعمل مشاكل في الكوليسترول في الدم، وده علاجه للاسف من اصعب الفئات اللي احنا بنقدر نعالجها، لان ده في سن صغير يبتدي يعمل قسطرة ودعامات او يعمل جراحة. فطبعا كل فترة كل حاجة لها عمر افتراضي، يعني صحيح اكيد عمليات جراحية او القسطرة بتفضل فترة وبعد كده ممكن يحصل ضيق تاني في شرايين اخرى او ضيق في نفس الشريان، فدي مشكلة كبيرة في السن الصغير طبعا. دكتور في كمان في تغريدة من سارة سارونة بتقول انه السبب الألم في جهة القلب مع دقات قلب سريعة ودائما بتحصل، يعني يمكن قصدها الخفقان. صحيح الخفقان المستمر هذا كمان يعتبر، احنا لسه ما تكلمنا عن تكلمنا عن الأعراض بس ما جبنا سيرة الخفقان اللي كثير ناس بتشكي من يعني بشكل مستمر. هو الخفقان نوعين، نوع لو بيجي على فترات، ان الواحد مثلا ممكن يبقى في إرهاق في العمل أو بيشرب شاي كتير قهوة كتير بيجيله شوية خفقان في أوقات معينة، هذا طبيعي، هذا طبيعي أيوه. بالضبط. أو مش متعود إن هو يعمل مجهود فيبتدي يعمل مجهود فجأة يطلع سلم جري مرة واحدة يجيله شوية خفقان، ده شيء طبيعي. لكن خفقان مستمر معاه يصحبه أعراض أخرى، ألم في الصدر أو دوخة أو ضيق في النفس، ده اللي لازم، هذا اللي ممكن يكون له علاقة بالقلب. بالضبط، ده ممكن يكون له علاقة بالقلب، بشرايين القلب، بالكهرباء بتاعت القلب. فبالتالي اللي عنده خفقان مستمر بيصحبه أعراض أخرى لازم يشوف طبيب طبعا. جميل جدا. طيب دكتور محمد خلينا نذكر المستمعين يقدرون يتصلون علينا، اللي حاب طبعا يشاركنا ويوجه أي سؤال على 012-61-61-100، ومن الرياض 011-217-85-85. طيب حنا بنطلع فاصل إعلاني قصير وبنرجع على طول نستقبل اتصالاتكم، لا تروحون بعيد. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله، العيادة المسموعة. مكملين معاكم حلقتنا لليوم المميزة اللي يميزها رعاية مستشفى حي الجامعة بجدة، وضيفنا لليوم الدكتور محمد المراغي استشاري أمراض قلب وأوعية دموية وقسطرة. فزي ما قلنا لكم راح نبدأ نستقبل اتصالاتكم على أرقامنا، راح أعيدها عليكم من جديد 012-61-61-100، ومن الرياض 011-217-85-85. اليوم جالسين نتكلم عن الذبحات الصدرية وجلطات القلب، وراح ناخذ أول اتصال معانا لليوم. طيب معانا من معانا صبحي؟ الو سلوى، عفوا. ايوه هلا وسهلا فيكي سلوى، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، تفضلي. الحمد لله. انا بالنسبه لي عمري 52 سنه، العمر كله يا رب. ايوه الله يخليك. وزني دحين 120 كيلو، بس من مده كده جاتني دوخه بسيطه، بس من يوم الخميس اللي فات جاتني انا وقاعده كده على الكنبه زي لسعة ناحيه الفص الشمال في الراس، جات زي لسعة كده حارة سخنة ومشيت في الراس. قلتي أختي مكانها صار كأنه في دويرة حمراء ونقط باين يعني من فوق. عفوا أختي، أنت قلتي في الكتف ولا في الراس؟ لا في الراس، في الراس، في الفص الشمال ورا كده ورا فوق يعني آخر شيء، ومن قدام من ورا.
ايوه جات كده لسعة خفيفه كده بس حاره كده مرت كده وراحت وما كان فضل يعني منين دحين بس لو احمر كده سوى دويره وفي زي قدام هذه ما انا عارفه هي اوعده وهي خارجيه ولا شيء ممكن يكون سيريس. السلام عليك يا دكتور. لا علاقه هو كان فيها اعراض مصاحبه للموضوع ده غير اللسعه كان في اي مشاكل عشان تنميل في الوش كله لمده ثانيه كده تنميل لمده ثانيه ايوه وقبلها تقريبا باسبوعين جات لي دوخه كده لما جيت اوقف بس بعد كده ما في ولا شيء الحمد لله ما عندي ضغط ولا عندي سكر ولا شيء. والله يعني انا افضل في الحالات دي ان انت برضو تستشيري طبيب بس طبيب مخ واعصاب عشان نشوف اذا كان بمعنى في الراس بالظبط بالظبط لان هو ده ممكن يكون حاجه ما لهاش اي علاقه باي مرض ان شاء الله يعني او تبقى حاجه بسيطه بس بتاع مخ واعصاب هو ممكن يقرر اكتر مني يعني بحيث ان دي اعراض تعتبر لها علاقه بالمخ والاعصاب اكتر من امراض قلب طبعا. اكيد شكرا لاتصالك اختي سلوى وفعلا زي ما قال الدكتور لان الدكتور محمد المراغي استشاري امراض قلب وأوعية دموية وقسطرة والحالة اللي بتشتكي منها في الراس فزي ما قال الدكتور اللي مفروض تستشيرين دكتور مخ وأعصاب. ناخذ اتصال من صبحي جلال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ مرحب بحضرتك وبالدكتور. أهلا وسهلا فيك. سؤالين سريعة جدا. اتفضل اتفضل آمرنا. السؤال الأول الدكتور قال إن في علاقة بين الفك ألم الفك السفلي والقلب يا ريت توضح لنا النقطة دي. سؤالي الثاني أنا بيجيني ألم أحيانا في القلب كل اللي بعمله بقفل بقي وأخد نفس جامد جدا وأطلعه مرتين ثلاثة خمسة يوم يختفي الألم. آخر سؤال لو تسمحي لي بنتي أحيانا بكون ماشي معاها في السيارة ولا أقدر لو خدت أي مطب صغير تقوم أفشى صدرها ولقاها كأني ضربتها في صدرها فبسألها كم مرة اتكررت معها الحركة دي اللي هي بنتي تقول لي معرفش المطب بيوجع قلبي. دي أسئلتك لو تسمحي لي. شكرا لي. شكرا لك أخويا أسمعنا عن طريق الراديو إن شاء الله راح نجاوب عليها. فعلا هو ذكرني في نقطة حقت الفك فعلا تمام أنا زي ما قلت حضرتك توضحها بالضبط في أعراض يجي اللي اسمها أتيبيكال أو يعني أعراض مش كلاسيكية لأمراض القلب منها المعتادة مش الأعراض المعتادة بالضبط أيوه. مش الأعراض المعتادة منها وجع في الفك السفلي سبحان الله ايوه بالظبط او خنقه في الزور زي ما قلت او في فم المعده الكلام ده برضه عشان خاطر حضرتك تبقي عارفه للاسف بيجي اكتر في النساء يعني ان هو الاعراض اللي هي يعني مش تيبيكال او مش اللي هي ما هي المعتاده المعروفه انها بتيجي شويه اكتر في النساء عن الرجال دي بتبقى مصاحبه زي ما قلت المجهود في الاول وبتقعد ليها مواصفات خاصة هي الموضوع مش مجرد بس يعني ممكن يكون عنده ألم في السنان نفسها أو أيوه تسوس أيوه السنان أيوه بيجيله ألم لكن أنا بتكلم على إن واحد يعمل مجهود وفجأة كل ما يعمل مجهود يجيله ألم في الفك السفلي فهذا يعتبر شيء غريب فده بالضبط فأي زي ما قلت ألم بالصورة اللي احنا بنحكي عليها دي متكرر ودايما مع المجهود لازم يستشير طبيب قلب عشان خاطر بس زي ما قلنا نشيل القلب من الحسبان وبعد كده نفكر ده شيء اخر ان هو ده اخطر شيء صحيح أكيد. فهو لو كان بيجيله بالصوره اللي احنا بنتكلم عليها دي بيجيله مع المجهود وبيجيله لما يطلع 3 4 ادوار سلم وبيقعد فتره شويه لحد ما يروح بعد ما يستريح يبقى يستشير امراض قلب لكن لو بيجيله وهو قاعد كده او بيشرب حاجات ساقعه او كده ممكن يكون من السنان فبالتالي شيء عادي بتبقى شيء عادي شيء طبيعي بالظبط بالنسبه لبنوته الجميله ان شاء الله يعني ربنا يديها الصحه دايما حكايه ان هي مطب او خضه او حاجه مفاجأة تخلي الواحد يحس بألم في صدره أو نغزة زي ما احنا قلنا دي بتبقى عادة حاجة عصبية ملهاش علاقة بالقلب لأن زي ما اتفقنا أن القلب عشان تجيله الأعراض البدايات بتيجي مع المجهود صحيح فبالتالي طبعا هي عشان سنها صغير وممكن تكون بتتخض من مطب أو من كده ممكن يجي لها هذا العرض فإن شاء الله ما يقلقش جامد الكلام ده يقلق لو هي مثلا بتلعب في المدرسة يجي لها ضيق في النفس ويجي لها ألم دي صحيح. ساعتها نبتدي نفكر ان في مشكلة أيوه. فلازم يستشير طبيب بالضبط بالضبط ناخذ كمان اتصال في معانا ابراهيم الو ابراهيم هلا وسهلا فيك السلام عليكم طولنا عليك على الخط اخوي ابراهيم لا اعذرنا
اتفضل. لا مو مشكلة. اتفضل آمن. أول شيء حاب أشكركم على البرنامج الجميل هذا والموضوع اللي تطرقتوا له. تسلم لنا أخوي. حبيت أسأل الدكتور، أنا عندي دكتور ما أدري، أنا سويت فحص قبل تقريبا أسبوعين اللي هو يجيني خفقان دكتور، بس ما أدري هل هو في شيء عكس الخفقان أو لا، يعني مثلا أنا يجيني بطء في نبضات القلب كذا فجأة أبو دقيقتين أو ثلاث دقائق ويروح ويرجع لي مرة باليومين كذا، يجيني مرة مرتين. فطمني الدكتور سوالي تخطيط قال كذا طمني على الموضوع هذا، لكن أنا ما أدري رجع لي الموضوع من جديد، ما أدري أروح أشوف مرة ثانية ولا وش أسوي يعني. هو طبعا تخطيط القلب اللي هو بيتعمل في المستشفيات ده بيشوف الحالة ساعة وجودك في المستشفى، يعني حضرتك موجود دلوقتي، لو العرض ده مش موجود معاك مش هيبين في التخطيط القلب. بنتغاضى عن كده ان احنا ساعات بنركب جهاز اسمه هولتر، ده بيقعد معاك 24 ساعة او 48 ساعة وانت بتمارس حياتك العادية خالص، بحيث لما بتجيلك الكلام ده بالليل او في الشغل الصبح او في اي وقت بيتسجل على مدار اليومين اللي هو متركب فيهم الجهاز، وساعات بنقعده أسبوع كامل مع المريض بحيث كل حاجة تتسجل، وأشوف بيجي لك أي نوع من أنواع اختلال الضربات أو بطء في الضربات، يعني تشوف النبضات الغريبة اللي تطلع لي دكتور بالزبط. يعني كده بالضبط، وندرس الكلام ده ونديك تقرير نهائي للموضوع. فأنت أعتقد لو حضرتك لسه بتشتكي يبقى أنت حلك إن احنا نعمل اللي هو الهولتر ده اللي هو يعني هذا الحل الأسلم لك أخوي عشان إبراهيم، عشان نشخصه بالضبط. صحيح أكيد، عشان برضو يراقب حالته في كل يعني في خلال اليوم ويتأكد أكثر إذا عنده أي هو بيمارس حياته الطبيعية، يعني صحيح. هو بنقول له روح شغلك ومارس رياضة، اعمل اللي أنت بتعمله في طبيعة حياتك الطبيعية خالص، بحيث أني لما يجي له الكلام ده تبقى متسجلة معانا. جميل جدا. طيب ناخذ كمان اتصال من سعود. في معنا ألو. سعود هلا وسهلا فيك أخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن أكلم الدكتور؟ إيه تفضل أخوي. أهلا وسهلا. أنا دكتور عمري 45 سنة، جات لي حالة الخفقان من تقريبا 22 سنة إلى الآن يعني، وكنت راجع دكاترة كثير والفترة طويلة، وهذا آخر شيء يقول ما في عندك أي مشكلة عضوية في القلب يعني. فالخفقان صار يعني يجيني دكتور مثلا بعد ما يعني فترة يعني ياخذ شهر شهرين يجيني كذا فجأة الخفقان، ياخذ معي دقائق اروح المستشفى اعمل تخطيط ما في شيء. فاحيانا ضيق في التنفس ويبدا الخفقان كذا من تحت الصدر اسفل كذا، يبدا اشعر بالنبض بعدين يبدا تبدا اطرافي تبرد وتحتر القدم واليد وزي كذا يعني. تمام. ده برضو احنا زي ما اتفقنا خفقان بيجي على فترات متقطعة، يبقى على قد ما نقدر نعمل الدراسة بتاعة رسم القلب ده أو تخطيط القلب على مدار يومين أو أسبوع. تاني نقطة هو حالته ده خاصة أن احنا ممكن في السن ده والأعراض اللي بيتكلم عليها احتمال يبقى فيه مشكلة في شرايين القلب، فبالتالي ده بنعرضه لبعض الفحوصات الأخرى زي موجات صوتية على القلب ورسم قلب المجهود، بنعمل تخطيط قلب هو بيعمل مجهود بحيث أطمن أني وهو بيعمل مجهود ما يجيلوش أعراض أو الخفقان ده أو قصور في شرايين التاجية مع المجهود. لأن هو بيشتكي من خفقان معاه يصاحبه شوية ألم بالصدر وشوية ضيق تنفس، فده صحيح. الحاجات المقلقة بالنسبة لنا. فده ضروري يراجع طبيب قلب عشان نبتدي نعمله فحوصات بس متقدمة شوية عشان ندرس حالته بالضبط ونشخصها. طيب قديش الفترة عشان يعني يصير عنده أي مشكلة في الشرايين؟ حضرتك ذكرت بداية الحلقة أن الواحد مفروض من البداية يعني يكتشف المشكلة هذه عشان الإسعافات دي كلها والقسطرة. طيب هو يقول لك بين فترات يعني شهرين ثلاثة، يقول هل فترة تعتبر قصيرة؟ لا، هي مش مسألة قصيرة ولا لا، هي مسألة الأعراض بتجيله في صورة إيه. بمعنى أني أنا ممكن كل شهرين يجي لي خفقان مثلا، ولكن لو ده ما هو مصاحب بسبب بالضبط مصاحب الأعراض أو مع مجهود معين أو في ظروف معينة، ممكن أقول لا دي حاجة عادية، ده ممكن عدم لياقة، راجل ممكن ما بيمارس رياضة خالص، فلما جي يعمل شوية مجهود زيادة ابتدى
يحس بشويه تعب وضيق نفس. دي ممكن ما تبقاش حاجه خطيره بالنسبه لي، لكن الخطير بالنسبه لي هو الاعراض اللي احنا بنتكلم. يبقى احنا واحد بيمارس حياته الطبيعيه تماما، وهو بيمارس حياته الطبيعيه بيبتدي يتعب نفس المجهود اللي بيعمله، بس ابتدي يتعب معاه. ده اللي بيبقى بالنسبه لي انا جرس انذار بالظبط، بشكل خطر ان هو ده لازم يراجع طبيب عشان نطمن ان ده ملوش علاقه بالقلب. ممتاز. طيب دكتور محمد، حنطلع فاصل اعلاني قصير جدا وراجعين اكيد مكملين حلقتنا لليوم، لا تروحون بعيد. طبابه الف على الف الف اف ام مع سحر عبد الله، العياده المسموعه. وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج طبابة ألف، وكنا جالسين نتكلم عن الذبحات الصدرية وجلطات القلب مع ضيفنا الدكتور محمد المراغي، استشاري أمراض قلب وأوعية دموية وقسطرة بمستشفى حي الجامعة بجدة. دكتور محمد، قبل يعني باقي معنا شوية وقت، في حاجة ما تكلمنا عنها، الوقاية. ويعني جاء في بالي يعني موضوع كذا، موضوع الرياضة والجيم. يعني أنا مو كثير أروح الجيم، بس قبل فترة لما رحت الجيم اكتشفت انه يلبسون شيء في اليد ويقيس ضربات القلب ومضرات القلب، ويطلبون يعني الهارت ريت يكون عالي مرة، خاصة في البداية لما تمشي على السير. وانا ما ادري سويت كذا، بس انا ما ادري ليش، يعني ليش انه ليش المفروض تكون ضربات القلب سريعة؟ يعني هذا شيء كويس ولا لا؟ بالنسبة للوقاية، الرياضة من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بننصح بها جميع الناس للوقايه من امراض القلب. الرياضه اللي هي اللي احنا بننصح بيها، اللي هي بتبقى على الاقل 3 مرات في الاسبوع، المره دي من نص ساعه لساعه. والرياضه اللي احنا بنعملها في الساعه دي لازم تعلي ضربات القلب والميتابوليزم بتاع الجسم، او التمثيل الغذائي بتاع الجسم لدرجه معينه اللي احنا بنسميها تارجت هارت ريت، او ال 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 ضربات القلب، سرعه ضربات القلب العاليه اللي احنا عايزينها، عشان خاطر بسميه رياضة. رياضة للقلب. للقلب بالضبط. فبالتالي أنا بمرن القلب، يعني أنا كل اللي بعمله أنا بزود ضربات القلب. هي القلب ده عضلة زيها زي بالضبط العضلة اللي في الدراع أو في الرجل. محتاجة تمرين. أنا الدراع أو الرجل بشيل حديد أو بشيل بعمل رياضة تمرينات عشان أقويها. تمرين عضلة القلب بيبقى بالرياضة اللي احنا بنتكلم عليها دي، اللي احنا بنسميها كارديوفاسكولار ترينينج، اللي هي الرياضة للجهاز التنفسي والجهاز الدموي. فالقلب رياضته ان ضربات القلب تزيد لسرعه معينه وبتقعد فتره زايده، اللي هي فتره الرياضه اللي احنا بنعملها. ده بيقوي العضله، بيزود تدفق الدم للعضله، فبالتالي بيقي في اوقات كتير جدا من ضيق للشرايين دي او حدوث اي جلطات فيها وقت من الاوقات. طبعا الرياضه اللي بتكلم عليها دي اللي احنا لازم نديها من سن صغير وتفضل مستمره معنا طول الحياه، مش فجاه الواحد كده راح بالزبط. لانه طب دكتور كيف يعرفون انه هذه السرعه المعينه هي المطلوبه؟ يعني ما احنا بنسمع، طيب يعني في كثير يعني حوادث صارت مع لعيبه كوره مشاهير، وهم كل يوم يمارسون رياضه بيتوفى في وسط الملعب وهو في المباراه. انا واحده ما اسوي رياضه ابدا، فجاه اروح ودقات قلبي يعني ماني فاهمه النقطه هذه دكتور، ممكن توضحها؟ بالضبط. هو في فرق بين الحالتين. الحاله الاولانيه اللي احنا عايزين نمارس رياضه واحنا مش متعودين على الرياضه، بنبتدي نمارس رياضه بالتدريج. بنبتدي الاول مشي، وبعد كده جوجينج او جري خفيف، وبعد كده جري عالي. كل ده بالتدريج ببرنامج معين، ده مفيد جدا للجسم، وده هو اللي احنا بننصح به. مسألة لعيب الكورة أو الرياضي اللي بيجيله موت مفاجئ في الملعب أو مع رياضة عنيفة، دول مش عشان المجهود، ده بيبقى المشكلة الأساسية بيبقى عندهم مشكلة في القلب لم تشخص. بعض الناس قالت إن بيبقى فيه تضخم من نوع معين في القلب، ده بيعمل لخبطة في الكهرباء بتاعت القلب في وقت معين من الأوقات، زي الرياضيين اللي فجأة، فبيجي حاجة اسمها موت القلب المفاجئ. فوانس جاله كده، ده بيبقى القلب توقف فجأة، حتى لو رياضي أو كده، ده ما كانش ليها علاقة بالشرايين، يعني قصة ما بتبقاش الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. بيتكلموا ان هو
التشخيص المبدئي للحالات دي كلها هي توقف قلب مفاجئ بسبب ان كهربة القلب حصل لها مشكلة مفاجئة. بس هذا اكيد عشان عنده مشكلة يعني. بالضبط ده بالضبط. هم ما حدش لحد دلوقتي وصل لتشخيص نهائي. ده عنوان لسه موجود كده في علم الطب. لم نصل لتشخيص واحد. احنا بنقول في كذا حاجة ممكن تسبب كده. سبحان الله. اغلب الاحيان بيبقى عيب خلقي موجود في القلب لم يشخص. وده عمل توقف القلب المفاجئ فعمل الموت المفاجئ للعيبة اللي هم حصل لهم الكلام ده. اكيد لانه هم يعني بشكل يومي يتمرنون. يعني لو كان في اي مشكلة كان بينت. بالضبط. لو في سبب معين يعني كان اكيد بين من في خلال التمرين اليومي اللي بيسوونه مش على طول في المباراة والمجهود القوي هذا. بالضبط. ما هو لو احنا بنتكلم في الامراض الشرايين القلب طبعا كان يبان على طول بيّن وكان صحيح. ما يقدرش يعمل المجهود العالي اللي هو بيعمله. لكن احنا بنتكلم في بعض الامراض الاخرى وبعض الاسباب الاخرى لتوقف القلب وهي دي اللي احنا وقفنا عندها فترة من الفترات حتى يعني بعد القصة اللي حصلت دي يعني كذا لعيب مشهور ماتوا في الملعب فعلا صحيح. بقى في حاجات مانداتوري أو حاجة إلزامية أن جميع الأشبال الموجودين في الأندية بيعملوا فحوصات قلب أول ما يخشوا للفرق الرياضية عشان يشوفوا هل عندهم مشكلة في القلب ولا لا. فجميع يعني ده فادنا إلى حد كبير أن احنا نعمل مسح لجميع لعيبة الفرق الرياضية نشوف هل عندهم مشاكل في القلب ممكن تؤدي للموضوع ده ولا لا. حلو. طيب دكتور محمد لسه باقي معانا وقت انه احنا كمان ناخذ اتصال. حاب تضيف شيء اول شيء دكتور عن يعني مثلا في طرق وقايه معينه او لانه في حتى الوقايه ايوه لانه لانه في الحين بس اللي توي قريت تغريده مازن كعكي بيقول انه في ما في علاج وقائي للجلطه وكيف اعرف ان الاورده والشرايين سليمه. احنا ما كملنا فعلا هنا انشغلنا بموضوع الفرق الرياضيه والرياضه وما كملنا الوقايه. نكملها دكتور اول بعدين ناخذ احنا الوقايه يعني هنلخصها في كذا حاجه اساسيه اللي هي الرياضه زي ما اتفقنا وده من سن صغير وعلى طول العمر لازم تمارس رياضة بشكل منتظم. تاني نقطة اللي هي الوزن أو الدايت. الأكل الصحي ده شيء أساسي للوقاية من أمراض القلب. أكيد. الأكل الصحي ده اللي هو يتضمن إن احنا نشيل الدهون نشيل الأملاح نشيل السكريات وأكل غذائي متكامل ويبقى بالضبط يبقى وجبة متكاملة بعيد عن اللي احنا بنتكلم عليه ده. دي من أهم أسباب الوقاية. هنيجي بعد كده لعلاج العوامل الخطورة اللي اتكلمنا عليها من أهمها طبعا التدخين. لازم نمتنع عن التدخين. لازم نعالج سكر نعالج الضغط نعالج أي أمراض أخرى ممكن تسبب مشاكل في شرايين القلب. دي طرق الوقاية الأساسية اللي احنا بنتكلم عليها. فدلوقتي لو احنا بنتكلم الشباب صغير يا جماعة ابعدوا عن التدخين نمرة واحد العبوا رياضة نمرة اثنين كلوا أكل صحي نمرة ثلاثة. لو عملنا كده وعملنا فحوصات دورية كل فترة طبعا احنا للأسف الشعوب العربية كلها في الفحص الدوري ده بيبقى مقصرين شوية كتير. ايه فعلا. فاحنا لازم يعني على الأقل لما نعدي 30 سنة لازم يبقى في فحص دوري كل 5 سنين على الأقل. فوق 50 سنة بيبقى كل سنتين. يعني الفحوصات الدورية دي مهمة جدا للاكتشاف المبكر لكل اللي احنا بنتكلم عنه أي مرض ثاني أكيد. بالضبط. دكتور طيب ناخذ اتصال. أتفضل. اتصال. ألو. لا ألو 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 اتصال يعني. طيب ناخذ اتصال معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا. الله يسلمك. من معانا اخوي احمد من جدة. هلا وسهلا تفضل. الله يسلمك. سؤال للدكتور. اي تفضل. تفضل. الله يسلمك. كيف حالك دكتور؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك دكتور. انا عندي تضخم قلب قديم يعني عمري 18 او 19 سنه. تمام. فسويت كشف وقال للدكتور حتاخذ الادويه هذه تستخدمها فتره وحتوقف. طبعا لي الان لي تقريبا 11 سنه 12 سنه ما في اي اعراض حتى بعد الادويه. وغير كذا اني ما سويت بالامانه يعني ما سويت كشف دوري القلب بس الحمد لله يعني ما احس باعراض ما في اي شيء يعني دلائل على انه التضخم يعني في مشكله من تضخم القلب.
تمام. طبعا احنا كنا لسه دلوقتي جايبين سيره لعبه الكوره والتوقف المفاجئ للقلب. للاسف من الاسباب دي كان بنتكلم في تضخم للقلب بصوره معينه بيبقى موجود، وده ممكن يعمل للاسف توقف مفاجئ للقلب. انا ما اعرفش طبعا نوع التضخم اللي عند حضرتك، ولكن كل اللي انصحك بيه ان لازم تراجع طبيبك، لازم تعمل فحوصات اهمها الموجات الصوتيه على القلب اللي هي الايكو عشان نشوف التضخم ده ونسبته ونقارنه هل هو بيزيد ولا لا ومكانه فين، وفحوصات اخرى زي رسم قلب المجهود عشان نشوف هل انت بالمجهود ممكن يجي لك مشكله في ضربات القلب. كل ده لازم يتعمل. الاهمال في موضوع زي كده او تضخم قلب بالذات في السن الصغير ان انت تهمله ده شيء مش مستحب تماما، فلازم انصحك تراجع الطبيب، نعمل شويه فحوصات وان شاء الله خير ونطمنك باذن الله. باذن الله. الف سلام عليك. راح يمدينا ناخذ اتصال كمان، اخر اتصال معنا لليوم، نقول الو. هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام اخوي، بس قفل الراديو. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وسهلا. اخبارك؟ بخير الحمد لله، تفضل اخوي. بس ما تعز بس اكلم الدكتور بعد. اي تفضل. ايوه تفضل سؤالك اخوي، تفضل. الو. ايوه ايوه انت على الهواء اخوي، تفضل سؤالك. لو سمحت ابغى افصل بس عن التدخين السلبي. تمام. تمام. وضرر على الجسم وكده وضرر على القلب. تمام. هو للاسف احنا التدخين السلبي ده لا يختلف عن التدخين الفعلي. بمعنى اخر ان لو انت قاعد في مكان فيه مدخنين انت اكنك بتدخن زيهم بالظبط. تماما. فبالتالي تماما. فبالتالي هو خطورته بالظبط زي اكنك ماسك سيجاره وبتدخن. النصيحه ان انت لازم تبعد عن اي مكان فيه تدخين، وده الحقيقه يعني ابتدى يتطبق في اماكن عامه كتير. صحيح. في العالم كله. ان هو بقى اي مكان عام غير مسموح فيه التدخين للسبب ده، ان هو كل الابحاث اثبتت، لان كل الناس بتتضرر فعلا. بالظبط. كل الابحاث اثبتت ان انت حتى لو قاعد في مكان ومدخنين حواليك انت بتصاب زيهم بالظبط بجميع عوامل الخطورة وجميع الأمراض. أكيد فعلا، وهذا كان السبب الرئيسي، لأن الناس ما لها ذنب، يعني الواحد اللي ما يدخن ما له ذنب أنه يتضرر بشخص جالس يدخن جنبه. جميل. جدا دكتور محمد، يعطيك ألف عافية، شكرا لك كثير على المعلومات الرائعة. نتمنى فعلا أن كل المستمعين يكونوا استفادوا من حلقتنا لليوم. شكرا لك. أنا المشاكل ليك وربنا بارك فيك. شكرا. شكرا لك. كم معنا الدكتور محمد المراغي، استشاري أمراض قلب وأوعية دموية وقسطرة بمستشفى حي الجامعة بمدينة جدة. كذا طبعا انتهت حلقتنا لليوم من برنامج طبابة ألف. نتمنى أنكم تكونوا انبسطتوا معنا واستفدتوا زي ما حنا كمان استفدنا كثير من ضيفنا لليوم والمعلومات اللي عرفناها وتعرفنا عليها وأول مرة كمان نسمعها. نشكر كل اللي تواصلوا معنا عن طريق الرسائل النصية وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان اللي اتصلوا علينا وشاركونا لليوم. ونشكر زميلتي فدوى كانت معانا من هندسة الصوت. قبل أن نختم حلقتنا طبعا من طرق الوقاية أكيد من أمراض القلب والجلطات والذبحات الصدرية، ذكرنا في يعني أهم شيء فعلا هي الغذاء. غذائك هو أساس صحتك يا جماعة الخير، وفي كل حلقة من برنامج طبابة ألف لازم نذكر الغذاء. فعشان كذا شركة نيوتري لايف مقدمة لنا جائزة جدا مفيدة فعلا، وعشان تتعرفون أكثر على شركة نيوتري لايف، هو ما تحث يعني الأكل ما يحثك على الرجيم، هو بس يرشدك كيف أنك تغير نظام غذائك وتغير اللايف ستايل حقك، وفعلا أكلهم جدا صحي. فاللي حاب يربح معانا الجائزة المميزة هذه بس أتأكد أنك تكون من سكان جدة عشان تستفيد، للأسف لأن شركة نيوتري لايف موجودة في مدينة جدة، فعشان تستفيد من هذه الجائزة تكون مقيم في جدة أو جاي لجدة عشان تقدر تحصل عليها، وترسل كلمة لايف عشان تربحها معانا واسمك ومنطقتك على STC 847700، بالنسبة لموبايلي 640-660، وبالنسبة لمشتركي زين 746-262. بهنا انتهت حلقتنا لليوم، كنت معاكم سحر عبد الله، وراح اجدد ان شاء الله لقائي فيكم غدا في نفس الموعد في برنامج طبابة ألف من الساعة 1 للساعة 2 مع ضيف جديد، لكن ان شاء الله راح ارجع لكم اللي هم كمان من الساعة 5 الى الساعة 8
في برنامج استديو السلاطين مع زميلي سلطان العبد المحسن، والآن راح أترككم مع زميلتي كابتن ريما في برنامج فيتامين غيروا جو، انسوا الأمراض هذه كلها، انسوا إيش قلنا ويفرفشوا مع ريما وارسلوا كلمة طفشان وفضفضوا وانبسطوا معاها شوية في خلال الثلاث ساعات الجاية. فمان الله.